تقصي الحقائق الخاصة بمحافظة مينو بعد مضي حوالي شهر على بدأ عمله. والله ما شفنا شيء ملموس لحد الآن، ونتمنى منهم يعني إنه يراقبون يتابعون هاي الأموال وين عتروح. أشو البلد لي ورا ملايين الدولارات نسمع عتروح، وين عتروح ما حد يعرف. هاي صار لنا سنتين قالوا راح نسويها دبي، يابا ما نريد نسويها دبي، هسا نريد المحافظة بالشوارع. لحد الآن الموصل شارع ما بيها براسه خير، شارع ما عندنا. شوف أربيل، شوف المحافظة وين وصلت العالم يا أخي. كافي بوق، والله ملت العالم، والله تعبت العالم أخي. ذبحت العالم، والله ذبحتوها ذبح شي ما تقدرون عليه، عفوه اطلعوا انطيها لغيرك. يعني هاي الفلوس وين عدودهم؟ مستحيل هاي عياخذوها هم لهم، إلا أكو دول وراهم تاخذها. ملايين الدولارات تعبتوها، الشعب كاتلوا الضيم. شوف العالم وين وصلت أخي، العالم تعبت ملت العالم. والله أكثر الشباب عاد هاجر مو وراكم، الله لا يوفقكم إن شاء الله. ما هي انتظاراتكم من هذه اللجنة؟ والله اللجنة خلينا نشوف تشتغل، ماكو شيء أخي، ماكو شيء، ما الناس تعبانة ميتة، ما بيها كل خير أخي. نريد واحد يعني يحاسب تمام، ما شفنا مسؤول لحد الآن يتحاسب على كم مليار، مليارات الدولارات انباقت، ما شفنا واحد حاسب أحد. هل تجد ان هذه اللجنه قادره على القضاء على الفساد المنتشر في المحافظه؟ والله اذا يخافون الله ويخلون الله بصدرهم غير وصادقين وناس مخلصين للبلد ووطنيين، والله يقدرون كل شيء يسوون. اول شيء هاي ابسط شيء هاي المرور، روح شوف الجنسيه، شوف الاموال اللي عاد تدفع من جوا، ما تمشي معاملتك الا تدفع كم ورقه، وين اكو شيء يا بلد احنا؟ اخي خلي كاميرات، خلي مراقبه، خلي شيء حاسب يردع. اللي بوق 15 سنه سجل سوي حتى يكون عبره لغيره. اخوي هي المفروض السياسيين كلهم ينشالون، رئيس جمهوريه واحد ورئيس وزراء واحد، كافي بلا برلمان وبلا حكومه وبلا كل شيء. رئيس جمهوريه واحد وال وزير واحد بس، اشهى البرلمانيين والسياسيين ما يجيب ويخلي دخل يعمرون هالموصل. هاي الواقعه العالم على قدي يابا، ما عليك من جزرات الوصيل، العالم حتاكل خبز يابس، والله حتلاقيه بالمزبله وحتاكل. الله وكيل بالمزبله حتاكل كذا بعيني اشوف ماني. الله وكيل ميتين. الانسان كل انسان وضميره، اللي عنده ضمير يمشي، اللي ما عنده ضمير ما يمشي. هاي الضمير، وقت الجو لازم عندهم ضماير وجوه. بلا ضماير ما يسيخ. هل تعلقون ام لا على عمل اللجنة في تغيير واقع المحافظة؟ يعني راح تغير مواقع المحافظة يا اللجنة؟ الله يعلم. والله يا اخويا حنطة شعير، الله وكيل مثل ما يعني هاي عجبة صار لنا. هذول الاطفال اساسا شنو ذنبهم هذول الاطفال؟ أشعرهم بالدنيا، والله يا أخي العزيز، هي هاي الحكومات ناس عتسر على ناس، والبوق بيناتهم، تسمعني يا أخوي العزيز، والبوق بيناتهم، والمشكلة الشعب مالنا يعني حيل فقير وحيل مسكين، يعني ما يدافع حتى عن نفسه، دافعوا بالكلام بالحكي، الخوف على إيش؟ اطلعوا مظاهرات، قوموا. الحرامي مثل ما يقول الحرامية لا تقعدوهم، دحق عليها الجزرة الوسطية من التحرير وليها الساحل الأيمن، سجرة ماكو، سجرة واحدة ماكو. المفروض هي الموصل أم الربيعين، أي مربيعين هاي؟ أي مربيعين؟ خضار ما بيها، حديقة ما بيها، منتزهات ما بيها، أمور ترفيهية ما بيها، حتى الشوارع ما مبلطة. تعال يا خطايا المساكين، ابو التاكسي يشتغل النهار كله، ولو الحمد لله اني ما تاكسي، يشتغل النهار كله هناك، يروح يبدل بيها دبل، يروح يصاب اصاوي طخم، التايات هالامور. طسه واحده تعب النهار كله، تعب اسبوع بطسه واحده ستو، وهي شنو؟ وهي كم سنه وراح اروح خير ما بينا راح يولي حشاكم لذيذ الدنيا، وكل ما اللي يتلقى ابو عمله بالبوق على ايش؟ هل تعلقون ام لا على عمل اللجنه في تغيير واقع المحافظه؟ راح تغير من واقع المحافظه اللجنه؟ منو اللي غير؟ الحراميه اللي يغيرون؟ اي ما حرامي هذا اللي غير؟ مبينه يعني شغله مبينه، حتى فلوس اللي عاد تبعثها الدول، يعني ما عدا النفط مالنا وما عدا خيرنا، فلوس اللي عاد تبعثها الدول عياكلوها بيناتهم. اسكت لي واسكت لك. حياتي نحن ما نريد لجنه، نحن نريد تطور بالجانب الايمن. الجانب الأيمن مهدوم نهائيا. نحن بالنسبة لنا
الوضع الأمني مستقر تماما، ما عندنا أي خلل بالوضع الأمني. نحن نريد تطور، يكفي تعبنا، ترى نحن شعب هلك. نحن هسه قاعد نشوف، شوف الجيفة، شوف المعيشة مالتنا، هي هاي عيشة هاي. نحن نريد إعمار ذاك الجانب، أهم شيء الجانب الأيمن، الجانب الأيمن منتهي تماما. نحن ما نريد حكي، الحكي سهل، اي واحد يزيد يطلع بالتلفزيون يحكي عادي، نحن نريد قول وفعل. والله اللجنه ما راح تسوي عمل، اي شيء ما راح تسوي، كل شيء ما راح يتغير، راح يظل نفسه. والله كل شيء ما شفنا لا تقص حقائق ولا أص، يعني هاي المدينه القديمه اللي ما تسمى بالمدينه القديمه، لحد الان ما شفنا 50% من الاعمار مالتها، وتدهور الوضع لحد الان مستمر. الخدمات رديئه، يعني كهرباء صار زفت، فدوا نهائيا، اللي قبلهم ما سووا، واللي عيقود هم نفس الشيء. الفساد مستمر ومتأصل بجذور، اللي دا يجي يستلم المنصة الحكومة.